function of osteoblast number one هو synthesis of collagen. من تطلع الفايبرز بالماتريكس راح تتحد بيناتها تسوي لي كولاجين شنو فايبرز كولاجين فايبرز by a process called weaving. weaving هي شنو حياكة يعني بالضبط معمل مع النسيج يصنع نقل مو مايكروتوبولز تنقله إنه وتبدي البروسس الثالثة هي الويفينج اوف كولاجين. هذه الويفينج حتى تكتمل تحتاج إلى 100 يوم. لذلك المريض اللي يسوي عملية يقول له شوية دير بالك من رفع الأثقال لمدة 3 شهور و10 أيام. لا تشيل ثقل، لا تدنق هواية حتى ليس وونت ديزنس. ليش؟ جواب العلمي ما صاير ويفينج بعد بالفايبرز. الكولاجين ما متكامل. هاي ما دحكي فقط بالبون هاني، دحكي أي كولاجين عند الوجه سواء من السكن تستين باول anywhere مو فقط بالبون.